أنس بن مالك سافر من البصرة إلى المدينة للتأكد من حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نسي بعضه، فأراد أن يزور الذين سمعوه معه حتى يسمعه منهم. ليضبط لفظه. وعبد الله بن أنيس سافر من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأبو أيوب الأنصاري سافر من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، وقد حفظوه وسمعوه لكن أراد أن يتأكد من سماعه. وكان بعضهم يسأل بعضا إذا خفي عليه شيء، كما في الصحيح في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه، فهو سأل أباه الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، فقال: قال كلهم من قريش. وهكذا. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عند النوم، كلمات يقولهن ويجعلهن آخر كلامه عند النوم، فقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فرجعت أستذكرهن فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. رده إلى اللفظ. فرده إلى اللفظ، وهو استذكرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه الكلام. وكانوا أيضا يأخذون منه مثل هذا. مثلا عدد من الذين سمعوا منه حديثا ربما راجعوه في الكلمات، أو يهدي إليهم حديثا فيفرحون به ويحفظونه. فالحسين والد عمران بن الحسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فلم يقبله في البداية، فقال: يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: يا رسول الله علمني. فأسلم، فعلمه: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.